هم مشهورين اكثر شيء بالمحاشي. بيروت. تعرف ترد علي لبنانه؟ ايه بعرف ابن عمي. سياحه. بلد زراعي. السلام عليكم، وياكم عبد الرحيم في حلقه جديده من برنامج الاسطرلاب. اليوم بتحكي لك عن بلد حليو وجميل ولطيف على القلب، واهل حبابين، وكل اهل البحرين يحبونه ويعزونه. بلد حاله من حال البحر اللي ورايه اخضر، ويلقب بالبلد الخضراء، وهي لبنان. خلنا نشوف البحرينيين عندهم فكره عن لبنان، عندهم فكره عن مناطق لبنان، الوجبات اللي تنزل في هالشهر الكريم عندهم فكره عنها. عمي اختصر تعالي ياي. نبى من لبنان بس خمس مناطق تقول لنا. بيروت، البقاع. أيوة. بيروت البقاع، طرابلس. أيوة. مزارع شابعة محتلة. أيوة. صور معلبك. أيوة. بيروت. بيروت. الضاحية. ضاحية. عاصمتها ويشو؟ عاصمة لبنان بيروت. 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 عاصمتها بيروت. إيه. بيروت. 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 نزين، نبى خمس مناطق من لبنان. ما عندك. كلش. كلش. ما عندك فكرة بالتجبيل وهالأمور؟ ما أعرف إلا بيروت. بس بيروت. إيه. وبالتجبيل ودلن كم ظلمتهم؟ ما دليهم. ما دليهم. نبى خمس مناطق من لبنان. خمس مناطق من لبنان. ايه. زين، بيروت واحدة. بيروت واحدة. بعلبك. بعلبك. فبالي بس مو على لساني على قولتهم. بيروت بعلبك ومو فبالي صراحة. كلش. خمس. والله. بيروت. بيروت. رايحين عن بالي اذكر اكثر بس رايحين عن بالي حاليا. على الطارة عن. بيروت. بيروت. جونيا. جونيا. الجنوب. الجنوب. باقي عندنا ثنتين. النبطية كأنه. النبطية. لبنان في الشهر الكريم شهر رمضان عندهم وجبات افطار مميزة، يعني اللبنانيين مشهورين بها، مثل وايش؟ كبة مثلا. اكثر شيء كأنه لقمة القاضي كذي. كبة. كله. كلش. عند السويت بعد. السويت ما شاء الله مشهورين فيه. كبة مثلا. كبة. بعد. كبة وهاي الفطائر على قولتهم اللبنانية. فطائر اللبنانية. حمص. حمص. شو اسمه؟ حمص باللحمة على قولتهم. حمص باللحمة. هالأشياء يعني. أكثر شيء كأنه لقمة القاضي كذي. الجيمات. الجيمات. الجيمات بعد. يعني ما حضرت وياهم في لبنان حتى اشوف ايش اللي حاطينه. شكله بعد طارهم بال. ايه لاني ما حضرت وياهم. انزين، عملتهم. الليرة. 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 العملة اللبنانية الليرة كأنه. الليرة. الليرة. العملة ليرة. الليرة. انزين، وجبات افطار عندهم في الشهر الكريم. ما سمع عن وجبة عندهم في هناك في لبنان. كبة. بس الكبة. ما أكلنا من أكلهم يعني، ولا رحنا ولا شيء، ما نعرف. عندك فكرة عن وجبات افطار في الشهر الكريم في لبنان؟ لا ما. كله. كلش. إنزين، في لبنان في عندهم أكلات شعبية مشهورة، عندك فكرة عنها؟ هم مشهورين أكثر شيء بالمحاشي. إزاي شيء بالمحاشي؟ أكثر شيء. السويت بعد. السويت ما شاء الله مشهورين فيه. مثل وش في السويت؟ اللي هو اللي عندك ال شو اسمه ذي؟ يعني الحلويات، محلويات، تبولة، المتبل. هلا أبو هاشم لو بدك كلمك لبنينة بتعرف ترد علي لبنينة؟ ما فيني والله. ما فيك كله؟ يعني هاي منهم اللبنان يعني. باللبنينة. يعطيك العافية، مشكور حبيبي. تعرف تقول لك كلمة لبنانية؟ ما أعرف، ما بتكلم. الحين لو أنا بكلمك لبنينة بتعرف ترد علي؟ ايه بعرف ابن عمي. ابن عمي زواج. يعطيك العافية، مشكور أبو هاشم.